حرب السودان ستنتهي بالقضاء على قوات الدعم السريع أو استسلامهم بحسب رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الذي يرفض التفاوض مع من أسماهم بالحركة المتمردة. قوات الدعم السريع على الجهة الأخرى تؤكد سعيها لتحقيق السلام في السودان عبر المشاركة في مختلف جولات المفاوضات، لكنها متهمة إقليميا ودوليا بارتكاب انتهاكات كما يقول مراقبون. حرب السودان مستمرة والسكان في مرمى النار والمرض والجوع والنزوح واللجوء. وزارة الصحة تتحدث عن أكثر من 1200 إصابة بالكوليرا وقرابة 50 وفاة جراءها. الوزارة أطلقت أرقاماً تقريبية لعدد قتلى الحرب، والحصيلة بحسب الوزارة تجاوزت 40,000، وبقي ملايين السودانيين بين نزوح داخلي ولجوء إلى دول الجوار. هل من أمل لتخفيف معاناة المدنيين السودانيين؟ وهل من طرف أو أطراف قادرة فعلياً على إحداث اختراق حقيقي يحقن دماء المدنيين؟ السودان بعد أكثر من 500 يوم على الحرب. نحييكم إلى ساعة حوار. ومشاهدينا، نناقش هذا الموضوع وهذه التطورات مع الضيوف الكرام: الأستاذ حافظ الأمين الكاتب الصحفي، الأستاذ محمد الحواري الباحث في الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، الدكتور حمدي عبد الرحمن أستاذ العلوم السياسية والدراسات الإفريقية، والأستاذ إسماعيل عبد الله الكاتب والباحث السياسي. ضيوف الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى مناقشة هذه التطورات. 500 يوم منذ اندلاع الأحداث في السودان، وعادة، ودكتور كنت حاضر معنا في أكثر من حلقة، عادة لما نتحدث عن الأحداث في السودان يكون مدخلنا سياسي، ولكن ويكون هناك اختلاف في وجهات النظر وتصعيد في حالات كثيرة. لهذا السبب اليوم وددنا أن ندخل من بوابة الحالة الإنسانية المتأزمة جدا. هناك حديث عن حالة نزوح، حالة لجوء، كوليرا، شلل الأطفال، جوع كذلك سنتحدث عنه وسنبدأ به أستاذ محمد. وخلينا نذكر في البداية بما قالته الأمم المتحدة. هناك تقرير أخير في الواقع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا نهاية يوليو الماضي أشار إلى أن حوالي 25,600,000 شخص، أي أكثر من نصف سكان السودان، في مرحلة الأزمة فيما يتعلق بانعدام الأمن الغذائي. من بين هؤلاء يعاني 8,500,000 شخص من مستويات طوارئ من الجوع، إضافة لقرابة 755,000 شخص على حافة المجاعة، وتحديدا في 10 ولايات بما فيها ولاية دارفور الخمس وولايات جنوب وشمال كردفان والنيل الأزرق والجزيرة والخرطوم. أما عن النزوح واللجوء فقد أشارت إحصائيات منظمة الهجرة الدولية إلى أن قرابة 7.9، يعني تقريب 8 ملايين شخص، فروا من مناطقهم ونزحوا إلى مناطق أخرى منذ بداية الحرب، فيما عبر الحدود 2,100,000 شخص هربا من الحرب وفق تقديرات مفوضية اللاجئين. والأستاذ محمد منذ قليل طبعا الباحث في الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة حدثنا عن شيء أول مرة يحدث في التاريخ الحديث، وهو وفاة أطفال جراء الجوع. في تاريخنا الحديث نتابع وفيات جراء الجوع، هل من تفاصيل إضافية يا أستاذ؟ للأسف هو حقيقة اليوم أصبح أن هناك كان العدد 6، لكن اليوم بناء على الإحصائيات تعلمين بسبب صعوبة الوصول إلى الأراضي في الداخل لا يمكن التأكد حقيقة من الأرقام، لكن بسبب انعدام الأمن الغذائي خصوصا مع الأوضاع الأخيرة بسبب الفيضان والسدود، الرقم يصل إلى 14 طفل ماتوا بسبب انعدام التغذية الأساسية. هذه مأساة لم تكن سابقة. اليوم السودان يحقق أرقام مخيفة للأسف.
من كل 8 نازحين في العالم هناك نازح في السودان، هذا الرقم الأكبر عالميا. أكبر دولة يوجد فيها انعدام للأمن الغذائي، أكثر من 14 ولاية هي صعب الوصول إليها لإيصال المساعدات. 20% من أهل السودان اليوم هم نازحين، وليس لمرة، في الكثير نزحوا مرات، أكثر من 3 مرات إلى الآن. كل هذه الأرقام تجعل الأحداث في داخل السودان 500 يوم بهذا التسارع هي رقم مرعب ومخيف، يجب التوقف عنده والتفكير. لماذا إلى اليوم لا توجد حلول لإيصال المساعدات؟ لماذا لا توجد معابر آمنة سواء كان من كل دول الجوار أو من خلال البحر لإيصال المساعدات؟ لماذا لا يكون هناك تحرك دولي مباشر لإيقاف هذه الأزمة؟ لماذا لا يوقف هذا الموت؟ أطفال يموتوا جوعا ونحن نستطيع أن نأكل ونشرب وهم لا يبعدوا عنا أي مسافة من أي دولة. مأساة، مأساة كبيرة. وكان أسمها دكتور حمدي حتى في مقابل بالحرب المنسية، ولو أنه نحن في ساعة حوار في كل مرة نطرح هذا الموضوع، نعيد طرحه سياسيا إنسانيا عسكريا، نحاول التذكير والإلمام بهذه الحرب. اسمحي لي أقول أنه السودان وصل إلى ما يسمى نقطة الانهيار الكارثية، يعني بالإضافة إلى اللي ذكره الأستاذ محمد أنه 80% من المؤسسات الصحية في السودان خرجت عن الخدمة، وهذا تقرير أيضا الأمم المتحدة. عندك أعتقد أنه دي أول مرة في التاريخ أنه الأطفال يحصل عندهم ما يسمى مال نيوتريشن، يعني سوء التغذية، مش بس الذين توفوا إنما حالات الانتشار كمان الأوبئة زي الملاريا والكوليرا في بعض المناطق. صحيح. أضاف إلى ذلك هي الكوارث الطبيعية، يعني دايما اخواننا في السودان الامطار تنزل في يونيو لغايه اكتوبر، فمنذ يومين فقط انهار سد اربعات في شرق السودان في ولايه البحر الاحمر، فيضان خور نهر خور بركه في مدينه طوكر، 20 قريه تم تدميرها، حتى ان قائد الجيش وذهب لتفقد هذه فتح البرهان المناطق. نعم، لكارثه، كارثه حقيقيه. العجيب أنه كثير من هؤلاء النازحين هم نازحين فروا من أم درمان ليلجأوا إلى هذه المناطق، فلم ترحمهم يد الطبيعة. فإذا هم بين مطرقة الحرب في السودان وسندان الكوارث الطبيعية، الكوارث الطبيعية. لكن السؤال الذي يطرح، لماذا، وإحنا أثرنا هذا من قبل، لماذا رغم هذه الكوارث الإنسانية العالم ينسى الأزمة في السودان؟ يعني دائما ما كانوا يتحدثوا عن التدخل لأغراض إنسانية والمسؤولية من أجل الحماية، وأنه تدخلوا حتى في حالة دارفور سنة 2004 انهمك الغرب، وحتى عمل المحكمة الجنائية الدولية، وحتى كانت هناك يطرح السؤال. ولكن قبل الإجابة عن سؤال حضرتك، قبل أن تجيب حضرتك على هذا السؤال وبقية الضيوف، في تعقيب فقط على ما أسماه البعض تخاذل المجتمع الدولي، مجلس الأمن مثلا انتظر سنة كاملة ليقر قرار يدعو لوقف ما أسماه بالأعمال العدائية، بوقف اطلاق النار في داخل السوداني، ولكنك كذلك تحدثت عن الكوليرا وقلت بأنه هناك شلل الأطفال كوليرا. الأمم المتحدة تحدثت كذلك عن أكثر من 100 حالة إصابة بالكوليرا. نستذكر هذا التصريح لأنه يدق كذلك ناقوس الخطر فيما يخص تفشي أمراض كبيرة وخطيرة في الداخل السوداني. شهدنا أعدادا كبيرة جدا من حالات الكوليرا في كسلة، ويمكنك أن تتخيل مخيمات اللاجئين ومواقع النزوح المكتظة بشكل كبير. مع تحرك النازحين من الخرطوم ومن ود مدني ومن دارفور وصولا إلى كسلة، أصبحت جميع هذه المناطق مكتظة للغاية مع سوء الوضع هناك. سوء الوضع الذي تحذر منه الأمم المتحدة. أستاذ حافظ، ضيفي الدكتور حمدي طرح سؤال مهم للغاية وطرحناه أكثر من مرة ولم يكن هناك إجابة واضحة. لماذا بحسب رأيك وحضرتك كسوداني يعتبر بأن هناك تخاذل من المجتمع الدولي، إن كان مجلس الأمن، إن كان المجتمع الدولي بدوله التي وعدت أن تساعد السودان في التحرك لوقف هذه الحرب؟ لا أستطيع طبعا أتحدث عن المجتمع الدولي، ولكن ألاحظ طبعا نعم هو هناك توقف لا تفسير له يعني واضح.
وحتى المفاوضات التي لم يحضرها الجيش التي حدثت أو المباحثات اللي في اللي التي انعقدت في جنيف كان الهدف الأساسي اللي أعلنت أن أعلنت عنه الأطراف عن وجودها هناك هي تقديم العون الإنساني ووقف آثار الحرب في السودان. غاب الجيش نعم عن هذه المباحثات. ليس هذا تقصير من الجيش يعني قبل أن نلوم الجهات الخارجية نعم. الجيش لما لا يحضر وكأن هناك تقصير كذلك. والله هو لأنه في جزء آخر من المفاوضات عنده علاقة في التفاوض بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. لكن نحن نتحدث عن الجانب الإنساني. صحيح. لأنه هم أصلاً كانوا مدفوعين بجانب الإنساني وقف الفظائع وتقديم مساعدات للمحتاجين للعون الإنساني في السودان. ولذلك كانت الحكومة السودانية خاطبت المجتمعين في جنيف بأن هي سمحت بأن تدخل الإغاثة عن طريق معابر معينة موجودة في حدود السودان الغربية مع دولة تشاد. وهم أشاروا بالثناء لهذه الجزئية في ختام المباحثات الخاصة في جنيف. وبالفعل بدأت الأفواج الشاحنات بالدخول لأن إقليم دارفور هو تحديدا هو يستأثر بالعدد الأكبر من المحتاجين لهذه المساعدات وهو يعني تسيطر عليه بشكل أساسي قوات الدعم السريع. فبالتالي هذا هو موقف الإقليم موقف المجتمع الدولي من الدعم. ما رأيك أستاذ عبد الله؟ نتوقع أن يستمر يعني. أولا أشكركم على إتاحة الفرصة. أهلا بك. نزل الله أنه يعني يمن على الشعب السوداني بالرحمة سواء كانت من الأمم المتحدة أو من المتبعات الإقليمية أو المحلية ويخرج من المأساة بكل سلامة. أنا عندي رأي في موضوع أنه ليه المجتمع الدولي ما تدخل، ليه المنظمات الإنسانية، ليه الموقف الدولي. فأنا برأى أنه الإشكال السوداني دائما وأبدا معبر عنه عن طريق جهات أخرى، معبر عنه عن طريق قوى إقليمية دولية سميها ما شئتي. فالتأخر في اتخاذ قرار أممي واضح بمسألة العون الإنساني اللي هو يفترض أنه ما يرتبط لا بمفاوضات ولا كذا. يعني ده رأيي، يعني يفترض أنه يكون في اتخاذ هناك يعني حتى المعبر إذا افترضنا إنه في كما يدعي الجيش. طبعا الجيش فاقد للشرعية، ما لا يمثل بحسب قراءة الدعم أيوة. السريع والجيش وفاقد للشرعية يعتبر بأنه الدعم السريع قوة متبردة فاقد للشرعية أيوة. فإذا افترضنا إنه هو طرح نفسه حكومة أمر واقع فما في يعني من ناحيته ما في أي يعني إبداء أي نوع من المبدئية في جانب العمل الإنساني. حتى تصريحات قائد الجيش يعني بالمقابل المواقف الإيجابية في فتح المعابر. وهنا أنا أود أن أصحح يعني نقطة أثار أستاذ حافظ، هو المعبر الغربي أصلا تحت سيطرة قوات الدعم السريع. المعبر الغربي من تشاد، المعابر اللي أيوة. جايين من تشاد داخل على السودان. هو اصلا اللي فتحت المعبر هي قوات الدعم السريع. قال بانه هذه المنطقه لا قال هو هي مسيطره بدافر لكن قال المعبر هو حسب رايه انه المعبر فتحوه اتفتح عن طريق بقرار من الجيش. فلولا لولا لو لم يوجد تحرك سوداني يعني نحن كسودانيين في تقصير على المستوى المنظمات الامميه وكذا الجانب المدني والجانب الإنساني بعيدا عن السياسة. يعني أفهم من حضرتك أستاذ عبد الله بأن هناك مشكلة في طرح هذه المفاوضات أو في الوساطة فيما يخص السودان، يعني ما يطرح ويطرح كباكيج يعني فيه السياسي والإنساني إلى آخره، وهناك تطلعات لأن تتم مفاوضات تفصل بين الإنساني والسياسي في المرحلة القادمة. هناك مشكلة في هذا الإطار. أنا أقترح يعني من هذا المنبر أقترح إنه يفصل الشان الإنساني ويتخذ فيه قرار عاجل بحكم المعلومات اللي وردتنا من الدكتور حمدي ومن الأستاذ محمد الحواري محمد الحواري وناس متخصصين وناس ضليعين جدا في الشان الأممي والشان الإنساني. يفترض أنه وخاصة بعد غياب الجيش عن مؤتمر عن منبر جنيف لابد من اتخاذ قرار في الشأن الإنساني.
وقرار عاجل يتجاوز حتى الانتظار. اسمحي لي استاذي انه ليش العالم ناسي قضية السودان؟ حقيقة الموضوع يرتبط بطبيعة النظام الدولي وتراجع دور الأمم المتحدة بشكل عام. يعني الأمم المتحدة في كثير من القضايا الدولية أصبحت عاجزة نتيجة الحرب في أوكرانيا والمشكلة في غزة، وأن هناك حالة من الاستقطاب بين الدول الكبرى في النظام الدولي. وده حضرتك قلتي أن مجلس الأمن لم يناقش قضية السودان إلا مرة، أو يطالب شأن الآخرين بوقف القتال في شهر رمضان مثلا. فالقضية الثانية تتمثل في أقلمة قضايا الأمن والسلام، أي الاعتماد على القوى الإقليمية، يعني ترك المجال للقوى الإقليمية لمهام الأمن. القضية الثالثة والسبب الثالث الذي يفسر لنا أنه في حالة من لم تعد القضايا الإفريقية أو قضايا الشرق الأوسط غير القضية الفلسطينية يعني على قائمة أولويات المجتمعات الغربية، خاصة بعد حرب أوكرانيا روسيا. الحرب الآن الأنظار متجهة إلى أوكرانيا، إلى الحرب في غزة، وبالتالي يبدو أن الحرب في السودان جاءت في التوقيت الخطأ. كذلك الأحزاب اليسارية في أوروبا يعني لم تعد مهتمة زي ما حدث مثلا في دارفور سنة 2004، كان الجميع يتحدث عن الجينوسايد أو المأساة التي حدثت في دارفور، والمحكمة الجنائية الدولية تدخلت. الآن لا أحد يهتم بذلك. الغرب يريد أن يتدخل بشكل سريع دون وجود قوات لحفظ السلام. يعني حدث ذلك مثلا في أزمة التيجراي، تدخل الأمريكان، عملوا اتفاق في بريتوريا لوقف العدائيات أولا، ثم تحول ذلك إلى مسألة سلام دائم في إثيوبيا. يريد نوع من هذا النمط بحيث أنه لا يتورط في مثل هذه المواقف، لأنه حتى الشعوب في الغرب لا تريد مثل هذا الدور، وهتلاقي تركيزهم على منبر جدة على ضرورة أن تكون الأطراف العربية والإقليمية هي فاعلة في هذا الحل. تذكري حضرتك أن أنا قلت أن حل مسألة السودان ينبغي أن يكون عربية، صحيح، وبالتالي الانضمام الإمارات أو انضمام مصر إلى مؤتمر أو منصة جدة سيكون مهم تعتقد؟ أعتقد أنه ده ممكن يؤدي إلى حل. لكن خلينا أقول حاجة باختصار، أنك كرمت هو بس على الفكرة أنك قلت الإنساني وفصل الإنساني عن السياسة. مفيش حاجة اسمها في دايما في أي صراع أن أنا أفصل الإنساني عن غيره من القضايا. إحنا وقف إطلاق النار، وقف العدائيات، يعني ينبغي الاتفاق، وإلا أي مسألة اتفاقية لن يكون ستلغى لها طبعا، يعني لأنه تبدأي باتفاق لوقف العدائيات، وإنه الطرفين يعرفوا إنه لا يوجد حل عسكري. إنما إذا كان في طرف يقول لك أنا هحارب لمئة سنة والطرف الثاني ممكن لا يلتزم بوعوده، هذا كلام كله إنشاء. إنما أن تكون هناك إرادة إنه الناس على الأرض المدنيين هم الذين يدفعون الثمن، واحد من كل خمس سودانيين نازح. يعني الأستاذ محمد قال لك واحد من كل ثمانية في العالم، لا، واحد من كل خمسة في السودان هو في وضع النزوح، وعندك إحصائيات رهيبة، صحيح، بالنسبة للوضع الإنساني ومأساوية. تحدثت عن دور الدول العربية، لكن البعض سيقول كذلك بأن هناك مسؤولية كبيرة يجب أن يتحملها الداخل السوداني. لا يمكن أن يتحرك الداخل أو تتحرك الدول العربية دون أن تكون هناك نية حقيقية من الداخل. وهنا سأبدأ معك قبل أن أعطي المجال الأستاذ عبدالله الأستاذ حافظ لأفهم كذلك كيف أو من يعطل مسار دخول المساعدات، قطع المياه، اجتياح أو ليس اجتياح ولكن تخريب المستشفيات. هناك العديد من النقاط لازالت مش واضحة، ولكن كيف يعمل إنسانيا، يعني المنظمات الإنسانية في مثل هكذا صراع؟ هل يبقى هناك انتظار لما ستخرج عن المفاوضات، أو هناك مسار كذلك إنساني يمكن أن يتخذ بالتفاعل مع أطراف النزاع الداخلي؟ يا أستاذ محمد، هم ذكروا الأفاضل عن
المعبر الذي أو القافلة المساعدات التي عبرت تشاد. التقرير الذي ذكرته في بداية الحوار يتكلم عن في جزئية مستقلة عن هذا الملف، أنهم وجدوا آلاف العائلات العالقة، وجدوا فصول مدرسية فيها أكثر من 70 أو 80 شخص في الغرفة الواحدة، وجدوا الكثير من الحالات متوفاة بسبب تفاقم الوضع الصحي والوضع الغذائي، واليوم تحل الأمطار هناك وأصبح الطريق غير صالح للاستخدام، لذلك يناشدوا بإيجاد طريق أيضا للوصول. هذا الجهة. الجهة الأخرى والتي هي أيضا تصعب الأمر، ذكر أستاذي الفاضل عن قصة أطباء بلا حدود، هم انسحبوا حقيقة من مستشفيين في داخل الخرطوم، ومن خلال أيضا مستشفى آخر تركي موجود في داخل الخرطوم، وذلك بسبب الاعتداءات التي تعرضوا لها من الطرفين. هناك انهيار حقيقي في النظام والقانون كليهما، ذلك مما يجعل التقارير الواردة تزداد من الاعتداءات على الضعفاء، على النساء، على الأطفال، على غيرهم، واستخدامهم أيضا لاستخدامات أخرى مسيئة، وليس فقط في داخل السودان بل أيضا في بعض المناطق القريبة الحدودية في الدول الأخرى. أيضا هناك تقارير موثقة من منظمات أممية، لكن هذا وذاك هو ناتج عن أمرين: صعوبة الموضوع جغرافيا، وأيضا عدم وجود لا قانون ولا نظام يستطيع تنظيم الوصول. يعني إذا قطعت من منطقة تحكم الفئة ألف ستتصادم بمنطقة تحكمها الفئة باء، وهذا جدا مهم، أن يجب أن يكون هناك قانون منظم لعبور المساعدات ووصولها. وهذه مشكلة حقيقية في الواقع قد تعترض هذه المجموعات الإنسانية. أستاذ عبد الله وأستاذ حافظ، السؤال الرئيسي: من يعطل سير الخدمات الإنسانية الأساسية في الداخل السوداني؟ نتحدث البعض ممن يراقب ما يحدث يقول بأن هناك عمل ممنهج، أولا لقطع المياه لمحاولة تهجير السكان، هناك تخريب للمستشفيات لمحاولة الضغط على الطرف الثاني. من يتحمل مسؤولية كل ما يحدث؟ أولا معلوم يعني في الإعلام وفي كل التقارير وفي كل التوثيقات، يعني قصف الجيش للمستشفيات، وآخر مستشفى مستشفى الضعين، يعني عملية لا إنسانية ولا يمكن أن تصدر من جهة تدعي أنها هي جيش وطني. تدمير الجسور، فاليوم إذا افترضنا أنه في قوافل من شرق السودان عابرة إلى غرب السودان عشان تمر بخرطوم، خرطوم شمال، في كوبري شهير، كوبري الحلفاية، تم تدميره عن طريق القصف الجوي التابع للجيش. كوبري شنبات تم تدميره بالقصف الجوي التابع للجيش. هل هذا حقيقي أستاذ حافظ؟ هذا السلوك لا يمكن بأي حال من الأحوال، لأنه حضرتك تتحدث عن الخرطوم، والخرطوم كذلك هي مجال جغرافي. نعم، هي لا يسيطر عليها فقط الجيش، هناك نقاط رئيسية ومركزية في داخل العاصمة يسيطر عليها الدعم السريع كذلك. نعم، لكن نحن نتكلم عن معابر. المعابر بنية تم قصفها من الجيش. بنية، نعم، بنية تحتية. فكيف يكون عندك الحسنية والمساهمة؟ ولكن لماذا، هذا سؤال مطروح أستاذ حافظ، لماذا تقصف جسور حيوية في نهاية الأمر هي لن تساعد إلا على تقديم الخدمة للمدني العزل؟ نحن نتحدث عن البنيات التحتية التي تستفيد منها الدولة وتستفيد منها المنظمات لإيثار لتوصيل الإغاثة والمساعدات للمحتاجين إليها. أوكي، فالأشياء التي تفضل الأخ بذكرها في الخرطوم وكذا وكذا، هذه أساسا ليست معابر إغاثية. يعني أوكي، ولا الخرطوم بيجي إغاثة دولية توصلها من أماكن خارجية أو كذا، لكن هو يتحدث عن جسور مهمة، يقول بأن هذه الجسور تمكن من إدخال الخرطوم مدينة قائمة على 3 أنهر، أوكي، وفيها حوالي 12 جسر تقريبا من الجسور. يعني إذا في جسر انهار، دي وقائع بتاعت يوميات حرب، أنا لا أستطيع أن أخوض فيها. لماذا هم الجسور دائما تكون أهداف في أي عمل عسكري أو معارك موجودة، وشاهدنا هذه المسائل في الحرب الروسية وأوكرانيا وبكثير من الحروب وتخريب المستشفيات. هي كانت معابر للإغاثات أو كذا أو للمساعدات الإنسانية، لأنها كانت هدف عسكري بالنسبة للناس. أوكي، فما دي تفاصيل لا أرغب في الخوض فيها. لكن
يعني حتى الجزئية الخاصة بمعبر أدري، أوكي، يعني نحن ما ليس من المناسب أن نناقش شرعية الجيش أو شرعية الحكومة السودانية في هذه اللحظة، أوكي، لكن الواضح أنه شرعية ولا الحكومة طبعا ما منتظرة من قوات الدعم السريع أن تمنحها أي شرعية، يعني أوكي. الشرعية اللي اكتسبتها الحكومة كانت واضحة جدا من الإذن للمجتمع الدولي أنه يستخدم معبر أدري، بالرغم أنه هو تحت واقع سيطرة الدعم السريع كما ذكر الأخ، أوكي، وأنه إقليم دارفور بثلاثة ولايات أو أربع ولايات التي تقريبا يسيطر عليها الدعم السريع هي كلها ولايات كلها متخم لتشاد، والوصول للإغاثات الإنسانية من تشاد عبر المعابر وعبر المطارات القريبة من السودان مناسب جدا. بالرغم أنه هي كانت تحت سيطرة الدعم السريع، لكن المجتمع الدولي والجهات الإغاثية كانت محتاجة لأن هي الحكومة السودانية تقول أوكي وده اللي حصل بس. ولكن هل أنت تخلي مسؤولية الجيش من كل ما يحصل فيما يخص الاستهداف الممنهج للمؤسسات الحيوية؟ المؤسسات الحيوية يعني هو ذكر المثال بتاع المستشفى، لا لا لن أعود للمستشفى، أوكي. أنا أتحدث بشكل عام لأن هناك من يتحدث عن مثلا هيئة المياه وتوزيع هيئة الكهرباء وتوزيع المياه تقول أنه هي غير قادرة حتى على الوصول لمناطق في الخرطوم، في هي غير قادرة لكن ليس بسبب الجيش طبعا، في ليس بسبب الجيش بسبب طبعا من. أوكي بسبب قوات الدعم السريع. يا أستاذ السؤال عن المسؤولية صعب جدا لأنه طبيعة الحرب هي حرب أهلية، وجانب منها بنسميه حرب المدن، يعني قوات الدعم السريع موجودة في المدن، الجيش بطبيعته عنده أسلحة ثقيلة وطائرات، فكيف تكون المواجهة؟ ولذلك نقول دائما لا للحرب الأهلية، لأنه كل يوم معناه التكلفة عالية جدا بالنسبة للمدنيين وبالنسبة للبنية الأساسية للدولة. النقطة الثانية الخطيرة جدا هي أنه هناك جهات التفت مع كلا الطرفين، هي ليست بروفيشنال، يعني الجيش معه المستنفرين وبعض الناس المؤيدين للجيش اللي دخلوا وهم بحكم التكوين مش نظاميين، أيضا الدعم السريع هناك جوانب يعني من الجماعات القبلية والإثنية، فالواقع السوداني أصبح في حالة من التشظي اللي بيسموها بالإنجليزي سبيل أوفر، فأصبحت عند الجماعات مسلحة ارتبطت هنا أو هناك، وبالتالي لا سؤال من المسؤول مسألة صعبة، وهذا يجعل الأجندة التفاوضية صعبة، من الذي يحضر المفاوضات، أي منبر للمفاوضات، هتيجي الجماعات المسلحة مثلا في دارفور ولك إحنا طرف لماذا تم استبعادنا؟ معك حق على فكرة فيما يخص هذا الموضوع، ولكن لما يكون الاستهداف دكتور حمدي، ولا أعلم إن كنت تشرطني الرأي أو لا، لما يكون الاستهداف استهداف غير متعمد، البعض اليوم يتحدث عن أن هناك تعمد من طرف ما في الداخل السوداني لمحاولة تكسير، لمحاولة تخريب، لمحاولة وقف الحياة في بعض المناطق ومن بينها الخرطوم مثلا. شوفي أو أنا يعني لست من الدعم ولست أنا مع السودان أن يكون يعني لا للحرب، في حاجة اسمها القانون الدولي الإنساني، أنه عدم استخدام الأسلحة التي تشكل ضررا على المدنيين. طيب إذا كانت القوات الدعم السريع موجودة في قلب المدن وفي الحواري والطرقات والأزقة، والجيش يستخدم أسلحته أيضا الثقيلة، فهذا أدعى إلى أنه لابد أن تقف هذه الحرب، لأنه زي الأستاذ حافظ ما قال لك هو هناك أهداف شرعية، ولكن لتقف هذه الحرب إنه نحن صحيح. أمام يعني ولكن معركة. لتقف هذه الحرب يجب أن يكون هناك احترام لما تم الاتفاق عليه مسبقا في المفاوضات في منبر جنيف بالضبط في منبر جدة. ولم يتم تفعيله. هل المشكلة في الآلية؟ هل المشكلة في الأطراف؟ بعد فاصل قصير سأعود لطرح هذا السؤال، فاصل قصير نعود من بعده مشاهدينا. لا بالعكس ما فهمش.
ساعة حوار نحييكم مشاهدينا. 500 يوم مرت منذ بدء حرب السودان، لا مساعي المفاوضات أتت بنتيجة، ولا حتى الداخل السوداني تمكن من إيجاد إطار معين على الأقل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بخصوص الوضع الإنساني. الوضع الإنساني مرتبط بلا شك ومتشابك بلا شك بكل ما يحدث سياسيا. طرحنا في الجزء الأول الصعوبات الإنسانية وما ورد وما أوردته الأمم المتحدة بخصوص المأساة التي يعيشها الداخل السوداني، ولكن هناك كذلك ربط بما اعتبره البعض عدم جدية من كل الأطراف في الداخل السوداني بالوصول لحل أو للوصول إلى حل. أستاذ حافظ وأستاذ عبد الله، من مصلحته إدامة هذه الحرب داخل السوداني؟ سؤال قد يكون خبيث ولكن يطرحه البعض مع كل جهود الداعية لوقف إطلاق النار. يقول البعض ليست هناك جدية من الداخل. سؤالك هذا يا أختي الكريمة أجاب عليه قائد الجيش. ماذا قال قائد قبل الجيش؟ يومين أو ثلاثة أيام قال هو لا يريد وقف الحرب، وهو عنده استعداد يستمر لمئة عام، يحارب لمئة عام. ومن الطرف الآخر هنالك استعداد لنقاش أي موضوع متعلق بوقف الحرب، وفي مجهودات ومبادرات في تكوين قوة لحفظ لتأمين المدنيين، وفي استعداد للذهاب لأي منبر لمناقشة كل المسائل المتعلقة بوقف إطلاق النار. فمن هنا تعرفين من هو الذي يريد إطالة أمد الحرب. وذهب الدعم وتخلف الجيش. هل الجيش مساره عسكري لا يكرس مسار أو لا يدعم مسار سياسي تفاوضي؟ مسار تفاوضي نعم حول الحرب، لكن مسار سياسي لا. لكنتم حضرتم وين؟ أين؟ جنيف. مين نحن؟ الجيش. كيف حضر في جنيف؟ الجيش لم يحضر جنيف. لا، ذهب بوفد إلى القاهرة. بوفد إلى القاهرة. يعني القول بأنه أحد الأطراف تخلف أو أنه تصريح قائد الجيش، التصريحات لا يعول عليها كثيرا. يعني أنا كنت أتابع الحرب في التجري، وكان خطاب الكراهية بين الطرفين واضح جدا، حتى من جانب رئيس الوزراء الإثيوبي كان يتحدث عنهم أنهم ويدز أو حشائش أو كذا، ورغم ذلك حصل الاتفاق. فالتعويل على أنه لا، الجيش أرسل وفدا إلى القاهرة وكان في تواصل حتى مع جنيف، لم يحضر بشكل مباشر. دعني أقاطعك يا دكتور، يعني دعني أقاطعك. المنبر المنوط به مناقشة كل المسائل الإنسانية ووقف الحرب هو منبر جنيف. محاولة الالتفاف حول المنبر بالذهاب إلى أي مكان آخر هذا يعتبر تسويف ومضيعة للوقت وعدم جدية. لماذا ذهاب ما في ذهاب لأي مكان آخر؟ لأنه ناس جنيف نفسهم جوا القاهرة صح؟ لا، هذا كانت معلومة إعلامية مضللة من قبل إعلام الجيش. ليه بريلي ما كان بريلي ما ذهب في القاهرة؟ لم يقابل أحد ولا يوجد. طيب ليه؟ لا، لم يكن هناك في القاهرة. ذهب لمقابلة وزير الخارجية الأمريكي بلينكين. طيب. أيوة. لم يقابل، هذه دعاية وفبركة إعلامية من إعلام الجيش. ما في إعلام. الشيء الثاني اللي هو رد للدكتور. لا يمكن أن تسامح قائد جيش لدولة كبيرة زي السودان. طبعا أنا ما مقتنع أنه هو الشرعية دي ما في، لكن باعتبار الأمر الواقع لا يمكن أن تسامح قائد الأمر جيش. الواقع يصنع شرعية صح؟ لا، هي مش شرعية، هذه مش شرعية. أنت قلت الأمر الواقع في أمر واقع. الرجل جلس في الكرسي مثلا خلص. أنا في محل هذا أقول يا أخي أنا ما طالع، والناس يخلوني يعني يتركوني خلص. معناته أنا يعني مثلا ما شرعية، هذه شرعية. الواحد بيسطو على منزل شخص، هل إذا جلس في منزل الشخص يعتبر شرعي؟ لا يعتبر شرعي إطلاقا. وبالنسبة لموضوع قائد الجيش، لا يمكن أبدا لقائد جيش دولة محترمة أن وفي ظل حرب بينية، حرب بين مكونات اجتماعية وحرب بين جيشين، لا يمكن الناس يبحثوا عن السلام وانت يعني ترفع عقيرتك بالصياح وتقول يا اخي انا احارب
100 عام سنة. هذه عدوانية ولا يمكن أن نتسامح. لو أن الدكتور حمدي يقول لا تقابل الكلامات مسؤول. الأحاديث والأقوال والتعبيرات التي تقال في منابر يعني غير رسمية لا يجب أن يعول عليها وتكون هي أساس لي. لا هي أوكي. العكس هي كل الناس لما كانوا موجودين. طيب ما نحن في أوراق رسمية تم التوقيع عليها في جدة التي رحلت إلى جنيف، ومن جنيف عايز تجي القاهرة، ومن القاهرة ما معروف ترجع جنيف أم لا، اوكي، ولا تكون في جنيف هي ما وصلت اوكي على كل حال هي من جدة انتقلت لهناك. انتقلت ليه؟ ده موضوع ثاني. اوكي الـ 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 القضيه بتاعت الكلام اللي ممكن يعني يقال في منابر، احنا بنتكلم عن قوات مسلحه وعن جيش، والقاده بتاع الجيش بيتحركوا في محاور معينه بيخاطب جنودهم وكذا وكذا، ولا يعول على هذه الكلمات أو الأحاديث التي يقولونها عندما الناس يجلسون إلى التفاوض. عندما يجلسون إلى التفاوض، الجلوس إلى التفاوض. طيب منبر جدة أفرز وثيقة مهمة جدا، مصبوط اتفاق، ما في هذا الحديث التي يعني تشير إليها. هذه حديث تعط مفاوضات، والمفاوضات لم تكن علنية ولم تكن محظورة من الإعلام إلى آخره، ولكنها استمرت أيام وأسابيع، وكان فيها هدن، والهدن تم تنفيذها في وقتها بطريقة صحيحة، أسبوع وأسبوعين، وفي هدنة استمرت قرابة شهر تقريبا يعني. فبعدها تم التوقيع على هذا الاتفاق بتاع جدة. الاتفاق لم الطرف اللي هو موقع مع قوات الدعم السريع اللي هو القوات المسلحة السودانية وليس حكومة السودان، ولم يطلب شيئا غير أنه يلتزم الطرف الآخر بتنفيذ ما اتفق عليه معه. دائما عندي مقولة ثابتة، لا يوجد اتفاق ينفذه طرف واحد والطرف الآخر ينتظر الطرف الثاني. أي اتفاق فيه ينفذه طرفان. طرفان. طبعاً. لا بد من 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 من, من إنه ينفذ. هذا المنطقي. طيب. الجيش اختراقاته كثيرة جداً. في اختراقات كثيرة جداً. للاتفاق؟ مش للاتفاق. لشو؟ حتى للمبادئ بتاع ضرب البنية التحتية وكذا يعني يعني شوف لا يمكن بأي حال من الأحوال لأي إنسان متابع أن يجد أي تبرير. اتفاق اعلان جده هو تمرحل وصل لجنيف، نفس الاجنده ونفس وصل الى جنيف، وهو الاساس الذي افشل مفاوضات جنيف. صح الكلام ده ولا انت عندك راي اخر؟ جنيف عدم حضور يا جماعه ما هو اشتغل اسمعوا شوف تفضل يعني مساله ان تفصل الانسان عن السياسي او التفاوضي مساله صعبه جدا. صحيح. كان في منبر جده الحديث عن وقف العدائيات وهدن لفتح ممرات آمنة وخروج المتحاربين من الأعيان المدنية في الخرطوم، وهذا لم يتم. يعني كيف إحنا هنوصل مساعدات ومطار الخرطوم نفسه لا يعمل، أو أن العاصمة نفسها موقع للقتال بين الطرفين؟ لازم يكون في اتفاق أن يكون هناك ممرات آمنة حتى لو استمرت الحرب، وإنه مطار الخرطوم يعمل حتى أن يأتي الوسطاء إلى الخرطوم، أن تكون هناك يعني عمليات التفاوض المباشر أو غير المباشر داخل الخرطوم. فلا بد أن يقتنع الجميع ألا حل عسكري للحرب الأهلية في السودان. التاريخ ينبئنا في كثير حتى من داخل السودان في المرات السابقة، الأزمة في الجنوب في دارفور انتهت سلميا بالتفاوض، إنما إذا اعتقدنا أنه الحرب الأهلية وبعضها لم ينتهي بالتفاوض، انتهى بالتقسيم. ما التقسيم من خلال التفاوض؟ ما هو حتى انفصال جنوب السودان كان بإرادة من الشمال أيضا، وانتهاء أيضا المشكلة في دارفور بالتوافق. فجميع حتى الحروب الأهلية في القارة الإفريقية انتهت من خلال الاتفاق على وقف العدائيات، تفاوض من أجل التفاوض، وجود أجندة للتفاوض متفق عليها من كل الأطراف. إنما إذا أنا مش معترف بأن الطرف الآخر أصلا هو طرف، ولكن ليس هناك حتى محاولة اتفاق على حماية الأشخاص غير المعنيين بهذا الصراع، مثل ما تفضل مش حتى المدنيين السودانيين، أتحدث حتى أطباء بلا حدود مثلا. لم تعد هناك ثقة في الداخل السوداني للتعاطي بطريقة تنقذ أو تحقن دماء المدنيين في الداخل السوداني، لأنه كما تفضل بالإشارة أستاذ محمد وتأكد على ذلك، ليس هناك حتى تمكين للوصول أو لحماية هذه المجموعات. تعرف كم هذا الحوار هو مؤلم حقيقة؟ صحيح. في وقت من نحكي فيه عن ناس بتموت جوعاً،
والسودان البلد الطيب الحبيب الذي نحن تربينا وتعلمنا أنه على طيبة أهله، حتى مشهور أنهم يقولهم بشرتهم سمراء لكن قلوبهم بيضاء. كيف اليوم ما في مساحة للتعاون الداخلي؟ هل نحن دائما بحاجة إلى منظمات أممية؟ ومن يأتي ذكر قبل شوي وثيك همس قال الحرب البسوس، فعلا حرب بسوس. ليش؟ ليه يصل إلى هذا الحد أن نجد من ينظم لنا ما هو نحن نظمناه؟ عدم قتل البهائم، عدم قتل الشجر، عدم تلويث المياه، هذه ألف باء إنسانية. ليه اليوم وصلنا إلى مرحلة ننتظر إلى من ينظم حياتنا البسيطة؟ لماذا النساء والأطفال؟ 55% من نازحين السودان والمتضررين هم أطفال، أطفال دون سن 18 غير مكلف. 55% منهم سن عدد الأطفال الذين تم استغلالهم خلال هذه الحرب هو غير معلوم لأنهم مفقودين. إحنا نتكلم عن شيء كيف سنعيد بناؤه؟ السودان ليست فقيرة، السودان ليست بلد جائع، كيف يموت فيه الإنسان اليوم جوعا؟ كيف إعادة بناء هذا الموضوع؟ حقيقة بالنسبة للأرقام التي تفضلت بها الأستاذ ومحمد واللي ذكرت في بداية التقرير وكذا، المرجعيات مختلف عليها في هذه الأرقام نفسها، أوكي؟ الآن هذه المنظمات الدولية مش تبع الأمم المتحدة، المنظمات الطوعية يعني المفروض تكون موجودة في كل المناطق بتاعت العمليات دي، سواء كان صليب الأحمر، الهلال الأحمر أو غيره، عشان هي تكون عندها مساهمة حقيقية في إحصائيات. هناك مشكلة في الإحصائيات، الإحصائيات الرئيسية في السودان. أستاذ حافظ اسمح لي أن أتكلم بشكل منطقي وشكل صريح. ما تتفضل بحضرتك ممتاز. يقول لك الأستاذ محمد هناك قصف مستمر يستهدف المستشفيات، وأقول لك من متابعة بعض المراقبين هناك استهداف ممنهج لهذه المستشفيات. فكيف حضرتك تتحدث عن وجوب أن يكون هناك احترام فيما البعض يستهدف؟ ممكن إذا كان الطرفين يعني ما الطرف الجيش ما حيكون عنده مشكلة في أنه هو يوفر حماية ضرورية للمنظمات. نعم الأرقام أكبر من كده، لأنه هي ممكن تكون أكبر، لكن منظمة أطباء بلا حدود مثلا هي كانت تعمل في 8 ولايات مثلا من ال 18 ورغم ذلك الأرقام عالية اللي هي بتديها من على الأرض. منظمة الأمم المتحدة اللي هي خاصة بشؤون الإنسانية تتحدث عن 80% من القطاع الصحي في السودان أصبح خارج الخدمة، يعني على الأقل تعطينا فكرة عن قد إيه الأوضاع سيئة في محمد. بس هذا الكلام سامحوني غير مهم. رقم واحد صعب. لو أن تقتل نفس واحدة بدون وجه حق صعب. طفل واحد يجوع وينام عاري، هذه مسؤولية كبيرة. إحنا مش لازم نتحقق من الأرقام كبيرة أو جدا، مش لازم نوصل إلى هذه الملايين حتى نتحرك. إحنا مش بحاجة إلى 500 يوم. إحنا اليوم الواحد هو صعب، هل ترضى على أهلك؟ لا. هل ترضى على أحبابك؟ لا. هل ترضى على نفسك؟ لا. ليش اليوم إحنا مضطرين نصل إلى هذه الأرقام الصعبة حتى نتحدث ونبحث عن موضوع صعب جدا؟ وذكرتي شيء مهم جدا، المشكلة فينا في الداخل. لما ذكرتي عن الأطراف، المشكلة في الأطراف نفسها. الأطراف نفسها. ولهذا سبب سأختم بسؤال للأطراف نفسها، هل هناك نقطة التقاء يمكن البناء عليها لمحاولة الإنقاذ الإنساني لما يحدث في السودان وليس فقط السياسي؟ نقطة التقاء أستاذ عبد الله. لحد الآن وبعد النتيجة الأخيرة لمنبر جنيف لا توجد نقطة التقاء، بل ربما الأمر يتطور إلى مرحلة أعمق. تقسيم ممكن واحد من السيناريوهات. تناقشون التقسيم أستاذ حافظ؟ يعني موجود الناس بدأت تتكلم عن دولتين. لأنه قرأت في بعض التعليقات ولكن استبعدت الحقيقة. لا ما في شيء مستبعد. كنا قبل ذلك كنا نستبعد ونستنكر انفصال جنوب السودان، لكن حدث الانفصال، حدث وكثير من السودانيين لا يتوقعون وكانوا مندهشين جدا. معقول أستاذ حافظ أن يكون التقسيم هو الحل؟ التقسيم مشروط طبعا، يعني مش بفرض البندقية الحالي. أوكي، لأنه حتى التقسيم، ولكن هناك حديث عن التقسيم. جنوب السودان انقسم، ما ينقسم بواسطة الحرب والبندقية، ينقسم بواسطة استفتاء رسمي قام به مواطنو جنوب السودان وصوتوا لصالح الدولة المستقلة. مفاوضات نفاشة وكان ونعم بروسيس استمر وقت طويل جدا يعني. مثل هذا وارد؟ هذا وارد حسب رأيي. الآن الحرب
كما ذكر الدكتور حمدي دخلت فيها داخلة في الحرب الأهلية، أنا أسميها الآن حرب أهلية بطريقة مستحية. هنالك دعم بتاع مجموعات كيانات اجتماعية للطرفين، تولد غبن خاصة في مناطق كردفان وسط النيل الأبيض كردفان، حصل غبن. حصل غبن يا أستاذ. أذكري أستاذ ريم أنا حذرت من السيناريو الليبي. يعني قلنا الفكرة تحدثنا. أيوة هو السيناريو الليبي بس من الناحية الواقعية، والسيناريو اليمني كلها متوقعة. الغبن حصل، في غبن اجتماعي، وزي ما تفضل الأستاذ حافظ إذا طبعا لابد من 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 تفاوض، لابد من اتفاق، ولابد من طرح إذا استعصى الحل. انتهى الوقت، بيقولوا آخر العلاج الكي. انتهى الوقت الخاص بهذا البرنامج. أود شكركم جزيل الشكر. فيش طريقة، ثلاث ثواني. السلام عليكم. شكرا جزيلا. شكرا يا أستاذ.